متابعينا الاوفياء في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بث مباشر اخر مباشره من عاصمه بوغاز مدينه طنجة. كما قريتوا في العنوان، حركه كبيره او حركيه عفوا كبيره بالشوارع الاحياء الشعبيه تزامنا مع نهايه الاسبوع. طبعا كاملين كنعرفوا ان في نهايه الاسبوع او في يومي السبت والاحد كتكون واحد الحركه كبيره في المدن المغربيه، خاصه المدن الكبيره، بحيث ان الناس كيخرجوا كيستمتعوا كيحاولوا انهم يخرجوا كما كنقول دائما من الروتين ديال الروتين اليومي ديالهم. هو نفس المشاهد او نفس الموضوع نشاهده هو اياكم على الهواء مباشره، كما قلت مباشره من عاصمه بوغاز متابعينا الاوفياء. طبعا الاجواء هي اجواء بارده نوعا ما، ماشي شي برد، ولكنه كما كنقولوا في طريق النمو. بعد منتصف الليل كيكون برد قارس جدا. لحد الان الامور صراحه مزيانه، الامور بخير، فنتمنى من الله عز وجل انه يكون برد رفيق وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. كالعاده متابعينا الاوفياء، بامكانكم تشاركوا معنا في هذا البث المباشر، تكتبوا لنا منين كتشوفوا هذا اللايف هذا، شنو هي المدن ديالكم، شنو هي الاحياء الشعبيه ديالكم، نشوفوا واش نقدروا نخمنوا شمن مدينه كتوجد هذه الاحياء هذه. فكتبوا لنا متابعينا الاوفياء شنو هي الاحياء ديالكم. ايضا كما كنقول دائما، ماشي غير انا اللي كنوصل الخبر، حتى انتم بامكانكم انه توصلوا لنا اخبار، كتبوا لنا شنو هي الاجواء اللي عندكم في المدن ديالكم، شنو هي المدن اللي كتتابعوا او المناطق او الاحياء الشعبيه اللي كتتابعوا منها هذا البث المباشر متابعينا الاوفياء. هذه هي الاحياء الشعبيه ديال مدينه طنجة عاصمه البوغاز. كما العاده راه خصنا نفتخروا بواحد القضيه واللي هي قضيه الامان. الحمد لله دائما في كل وقت بامكاننا انه نخرجوا نتجولوا في اي وقت بغينا، سواء دابا سواء في منتصف الليل سواء في الساعه الاولى ديال الصباح. الحمد لله كاينه نعمه الامان، وهذه من القضايا اللي خصنا نفتخروا بها صراحه. لان في انتظار تعليقاتكم متابعينا الاوفياء، باغي نعرف شكون معنا في هذا اللايف هذا، في هذا البث المباشر، شكون المدن اللي كتتابع هذا البث المباشر منين، وايضا شنو هي الاجواء اللي عندكم في المدن ديالكم. محمد اهلا وسهلا، معروفي اهلا وسهلا، ندى اهلا وسهلا. قضية الأمان احنا باقي كنهضروا فيها أو كنهضروا عليها صافي كدازت، فطبعا كتبقى دوريات منتشرة في كل الشوارع والأزقة ديال المدينة، خاصة هذه القضية جات في وقتها صراحة، لأن فاش كنكونوا في كورنيش المدينة كيقولنا شي واحدين لا وهذا غير الكورنيش هو اللي فيه الأمان. بالعكس، الأمن موجود في كل الأحياء الشعبية وفي كل الأماكن سواء العامة سواء كيف ما كانت، فرجال الأمن موجودين فيها. فتحية لهم صراحة من القلب، واللي دائما حاضرين دائما دايرين الواجب دائما دايرين خدمتهم. الهدهودي اهلا وسهلا، رشيد اهلا وسهلا، عبد القادر، محمد، كالعاده صراحه انتم موجودين دائما، المغاربه موجودين في كل لايف في كل بث مباشر. ولكن كما قلت انا باغي نقرا في تعاليقكم منين كتشوفوا هذا البث المباشر ومنين كتتابعونا، لانه كيف ما كنقول دائما انا باغي نتعرف عليكم، باغي نتعرف على اخباركم، كيف ما انه انا طالق لكم لايف من قلب الاحياء الشعبيه ديال مدينه طنجة، وكتجولوا معايا حتى انا باغي نتجول في التعاليق، باغي نقرا، باغي نعرف شنو هي المدن اللي كتتابعوا منها هذا اللايف هذا، وشنو هي الاجواء اللي عندكم. كما كنشوفوا مازال الناس خارجين، مازال الساكنه خارجه، مازال كاين تفاعل في الشوارع المغربيه، مازال الناس
مازال الناس كيف ما قلت كتخرج كتستمتع بوقتها، مازال الناس كيبدلوا الروتين اليومي ديالهم. تحية لكل المغاربة، تحية لكم حتى نتوما المتواجدين معنا في قلب الحدث أو في قلب كل لايف من بثوثنا المباشرة. أما أنا متابع الأوفياء فلي مني ومن طاقم قناة الشعب قناة شوف تيفي الجزيرة الشكر والامتنان. نتلقاو إن شاء الله في بثوث مباشرة أخرى وفي مواضيع أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.